بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خير الخلق وخاتم المرسلين. هنكمل النهاردة كلام إن شاء الله عن ال compound object. كنا اتكلمنا قبل كده عن ال بوليان والبرو بوليان، واتكلمنا عن السكاتر، واتكلمنا عن المورف إن هي متقدمة دلوقتي هي في الأنيميشن، فهنتكلم فيها في وقتها. الدور دلوقتي على الكونفورم. كونفورم معناها مطابقة، يعني أنت تطبق حاجة على حاجة. عشان نفهمها برضو، يعني احنا عندنا مثلا دلوقتي ده كأنه مثلا أرض عشبية فيها منحنيات، فيها مثلا جبال وديان وكده، فيها منحنيات مش متساوية، أي أرض بتبقى كده. فأنت دلوقتي أنت مش مهم تعرف إن احنا عملنا الأرض دي إزاي. اللي أنا عايز أشرحه دلوقتي، أنت لو عايز تعمل طريق أسفلت كده مثلا ماشي على الأرض دي، وأنت عايز تجيب الطريق ده بحيث يبقى منحنياته ماشية بالظبط مع منحنيات الأرض دي، فأنت مش معقول هتقعد ترسمه وتشوف ده ماشي ازاي، هيبقى صعب جدا إن أنت تعمله بإيدك. فهنا عامل حاجة اسمها الكونفورم، دي اللي هي مطابقة، أنت ترسم الطريق وتخليه ينطبق على السطح اللي هو قصادنا ده. تعال نجرب ونشوف بقصاد عينينا يعني عشان الكلام يبقى واضح. احنا لو عندنا مثلا الطريق، رسمنا طريق كده، ده طريق مثلا أسفلت احنا عايزين نعمله. تعال نزود السيجمنتس بتاعته، احنا عارفين طبعا السيجمنتس عشان يبقى الجسم لين معانا يعرف يتعامل عليه التعديلات اللي احنا عايزينها. تعال نجيب الطريق ده نحركه فوق اللي هو الارض بتاعتنا دي. احنا عايزين دلوقتي ننزل الطريق ده كده بحيث ينزل ياخد نفس المنحنيات دي. تخيل لو الطريق ده حته قماشه والارض اللي تحته ديت حاجه صلبه، وانت وقعت القماشه دي عليه هتاخد نفس الرسمة بتاعة المنحنيات دي. ازاي نعمل الحركة ديت في الماكس؟ هو الماكس عملنا في الكومباوند حتة الكونفورم دي المطابقة عشان الحاجة اللي انا بقول عليها دي. بس في حاجة خلي بالك، اما تيجي تعمل الكونفورم تخلي بالك من الزاوية اللي انت باصص منها، يعني يفضل انت تبقى باصص من زاوية التوب، تضغطيه على الكيبورد عشان تتحول للتوب فيو، عشان ما تيجي تطبق الجسمين على بعض. هو في حاجة في الماكس ان هو اما تيجي تطبق الجسمين على بعض بيطبقها على حسب الزاوية اللي انت باصص منها. تعال نجرب دلوقتي تقول له كونفورم، احنا مختارين الجسم اللي هو الطريق دوت دلوقتي، وهنختار الجسم اللي انت هتطبق الطريق عليه. تقول له بيك وارب تو اوبجكت، هنختار الجسم الاوبجكت اللي انت هتطبق الطريق عليه وتختار الجسم ده. هتنزل تحت على حاجة تقول له هايد وارب تو اوبجكت، هتعمل تشيك عليه علامة صح، لان هو بيقوم جاي واخد الجسم ده عامل منه نسخة تانية، بحيث ايه انت ممكن تحرك الجسم ده وتحتفظ بيه او ممكن تخفيه لو انت مش محتاجه. يعني الجسم اللي هو الرصاصي ده هو نسخة تانية من الجسم الاخضر اللي تحته، فانت تعمل له هايد، احنا مش محتاجين الا نسخ جسم واحد بس، مش محتاجين جسمين. تعالى دلوقتي نرجع في البرسبكتيف ونشوف ايه اللي حصل. خدت بالك الطريق نزل بالظبط، خد نفس رسمة المنحنيات بتاعة الأرض اللي تحته. تخيل انت لو عايز تعمل دي بإيدك استحالة طبعا ان انت تقعد ترسم الرسمة دي. في دي حتة الكونفورم، وخلي بالك من الزاوية برضو انت باصص منها، لان انت لو جيت دلوقتي وعملت ري كالكوليت بروجكشن ان هو يعمل العملية دي من يعيد حساباتها تاني وانت باصص من الزاوية دي، هتلاقي حصل تعديل فيه لان بيعدل على اساس الزاويه اللي انت باصص منها. فيفضل عشان الانطباق بتاعه يبقى صح من الزاويه العموديه، يبقى انت باصص من زاويه عموديه من فوق وتقول له ريكالكوليت بروجكشن، هيرجع اللي هو الهدف الحاجه اللي احنا عايزينها ان هو الطريق نزل بالظبط بزاويه عموديه من فوق زاويه 90 على الارض اللي تحته، وخد نفس المنحنيات بتاعتها. الكونفورم دي طبعا مهمه جدا وبنستخدمها كتير اما نيجي نعمل المواقع والمشاهد بتاعتنا. اتمنى تكونوا فهمتوها، هي بسيطه جدا ما فيهاش حاجه، يعني هي خطوتين اتنين بتوصل لنتيجه صعب جدا انت كنت توصل لها لو انت قعدت تشتغل بالطريقه العاديه. ان شاء الله في الدرس القادم هنكمل كلام عن الكومباوند اوبجكت. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.